بات أبناء قومية ميسكيتوس في منطقة ساغنيلايا على الساحل الكاريبي لنيكاراغوا عرضة لتهديدات مسلحين ينعتونهم بالمستعمرين، يطالبون بقوة السلاح بأراض تعود للسكان الأصليين. وفيما احتفظ السكان هؤلاء بلغتهم وتقاليدهم بموافقة من حكومة نيكاراغوا، إلا أنهم تلقوا تهديدات من مجموعات تعتزم الاستيلاء على جزء من أراضيهم لإعادة بيعها، غير أن الكرويين رفضوا التفاوض تحت وطأة السلاح، مؤكدين أنهم يفضلون الموت على الاستسلام. Especialmente a mí me quieren matar por lo que ando defendiendo la tierra. وقد نفذت مجموعات مسلحة وعيدها ودهمت البلدة في غياب الرجال المنشغلين في الحراثة. Claro que tengo miedo ir de vuelta a la finca porque me están amenazando, me tienen con video y todo me andan allí para reconocerme con todo el grupo que ellos tienen. Y yo sin armas, ellos bien armados. Y entonces ahora quemaron todas las viviendas. وتفيد جهات محلية بأن المعتدين على السكان هم أعضاء ميليشيات يؤجرون أراضي ميسكيتوس بما يتعارض مع القانون في نيكاراغوا الذي يعترف منذ العام 1987 بحقوق الإثنيات الأصلية والمتحدرين من أفارقة الكاريبي ويحظر بيع أراضيهم أو تأجيرها.